السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الرابع الإعدادي. عندي قاعدة صفات المقارنة والمفاضلة باليونت 2. كومبارتيف أو سوبرلاتيف. كومبارتيف مقارنة أو سوبر مفاضلة. راح نشرح شنو قاعدة المقارنة وشنو قاعدة المفاضلة. طبعا المقارنة إضافة ER، المقارنة إضافة ER، والمفاضلة إضافة EST. هسه حناخذ المقارنة اللي هي comparative. أولا نضع ER للصفة ذات المقطع الواحد، مثل عندي small smaller، cheap cheaper، بس نضيف لها ER كل شيء ما أسويها. إذا جتني يعني ذات مقطع واحد، يعني ما بيها لا نهاية هواي لا نهاية هي حرف E، يعني بس هيجي أضيف لها ER. ثانيا نضع R إذا كانت الجملة أو الصفة قصدي تنتهي بحرف E، فقط أضيف R، مثل nice، مثل safe، هذه ضفنا لها فقط، هي نهايتها E بس ضفت لها R. إذا انتهت الصفة بواي يقلب إلى I ونضيف ER، مثل عندي happy happier. الواي هنا الصفة تنتهي بحرف واي وقبل حرف صحيح، نقلب الواي إلى I ونضيف له ER. إذا انتهت الصفة بحرف صحيح وقبل حرف علة نكرر الحرف الأخير ونضيف ER. يعني أي صفة تنتهي بحرف صحيح وقبل حرف علة نكرر الحرف الأخير ونضيف له ER. big bigger hot hotter. إذا كانت الصفة أكثر من مقطع نضع كلمة more. يعني شنو مقطع؟ يعني كلمة بها أكثر من مقطعين حروف العلة. الكلمة هاي الصفة interesting expensive، هذني حروف علة هواية، خلنا نحسبهن 1 2 3 4، يعني أكثر من حرفين علة فما فوق، نخلي كلمة more interesting expensive more expensive. يلا عيني أخذوا لها سكرين. سهلة كومبارتيف إضافة ER. أولا إذا كان المقطع يعني كل شيء ما بيه مقطع واحد الصفة نضيف له ER. إذا كانت الصفة تنتهي بحرف E فقط نضيف له R. إذا كانت الصفة تنتهي بحرف Y أو قبل حرف صحيح تقلب إلى I ونضيف له ER. إذا كانت الصفة تنتهي بحرف صحيح وقبل حرف علة نكرر الحرف الأخير ونضيف له ER. إذا كانت الصفة أكثر من مقطع يعني حروف العلة نضيف نضع كلمة مور والصفة نفسها أنزلها. يلا حياتي. الشواذ، هذه قاعدة الشواذ. الشواذ لازم يحفظها الطالب، مثل عندي good يصير better، far farther، bad worse. يعني هذه شنو؟ هذه شواذ يحفظها الطالب. دليل المقارنة، إذا توجد كلمة than بالجملة بعد الصفة نضع، يعني إذا توجد كلمة than بعد الصفة هاي المقارنة، يعني مثلا ER أو more حسب الصفة اللي تجيك. إذا من مقطع واحد نضيف له ER، وإذا أكثر من مقطعين نضيف له more. يعني شنو توجد؟ راح سويت لكم صيغة أسئلة بنهاية هذا الفيديو، بالنهاية شلون يعني تجيب تتيجي عن طريق المدرس أو المدرسة شلون يجيبوها لكم. هسا هاي خلصنا المقارنة، هسا المفاضلة سوبر. نضع EST، قلت لك المقارنة ER و EST طبعا نفسها بس مكان ER EST. مثل عندي small نضيف لها EST. نضع ST فقط إذا انتهت بحرف E احتيادي، مثل عندي nice خو ما أضيف لها EST، لا فقط أضيف لها ST. يقلب الواي إلى I ونضيف EST، مثل عندي funny الواي إذا قبلها حرف صحيح تقلب الواي إلى I ونضيف له EST. هذه تشبه المقارنة، تقلب الواي إلى I ونضيف له ER، هذه EST. نكرر الحرف الأخير إذا انتهت بحرف صحيح وقبل حرف علة، مثل عندي fat fattest، هذه الحرف صحيح أو قبل حرف علة نضاعف الحرف الأخير ونضيف له EST. هناك بالمقارنة نضاعف الحرف الأخير ونضيف له ER. نضع most قبل الصفة إذا كانت أكثر من مقطعين، مثل عندي boring most boring أو expensive most expensive. شلون ذي كان نخلي more، هذه most. يلا عين اخذوا لها سكرين.
زين عندي الشواذ ايضا، الشواذ مثل عندي جود بيست، شوفوا هسه هذه وين هالشواذ، هذه الشواذ جود بيتر بالمقارنه، شوفوا هسه هاي جود بيست بالمفاضله، جود بيتر بالمقارنه، باد وورست هنا باد وورز باعوا هاي اس تي هنا لا، عندي فار فارذر هنا، عندي فارذر هنا فارذست، شوفوا هاي الشواذ. زين دليل التفضيل وجود كلمة ذي هناك بالمقارنة وجود كلمة ذان، هاي الأمثلة طبعا قبل الصفة، يقولك my school is bigger لو biggest ذان، شوفوا هسه ايش قلت لكم أنا وينها كلمة ذان هذه، إذا توجد كلمة ذان هاي مقارنة، إذا هذه ما دام هاي مقارنة ER وهاي مفاضلة، إذا ما دام عدي ذان نخلي شنو هي مقارنة، يا هي بيجار إي آر. زين يقول لك it was the most low more expensive pig the، إيش قلت لك عن the وين هالthe الذ هي هاي الذ، قلت لك مقابلك الذ تفضيل، اذا شخلي موست مو مور، موست بالمفاضله ومور بالمقارنه. يقول لك رانينج از اي سي، اي سي ذان كلمه ذان، اذا الاي سي يقول لك كوريك صحيح، الواي اذا قبلها حرف صحيح تقلب الى اي ونضيف له اي ار، شلون عرفت اي ار؟ لان كلمه ذان هذا الدليل مالتها. عندي سمول سمولست او تجي على هي الصيغه، dangerous most dangerous، ليش most؟ ليش most؟ لان عندي اي اس تي هنا، عندي اي اس تي خليت most، cheap cheaper ضفنا لها اي ار، good better مو عبالكم تضيفون اي ار، لا هذه شواذ، الجود بيتر هذه وانا شواذ هياته بالمقارنه الجود تصير بيتر. هاي عيني صفات المقارنه والمفاضله اللغة الإنجليزية رابع إعدادي، وإن شاء الله التوفيق.